البنات، السلام للناس الصحيين، السلام للناس اللي كيبغيو الفطور الصحي. اليوم بغيت نبريزونتي لكم الفطور اللي كنفطر به شاك جو تقريبا، واكثريه النهار اللي كتكون عندي سبور. كيف ما كتشوفوا عندي الشوفان بالحليب اللي كندير 50 غرام ديال الشوفان، بنانه وشويه الحليب، وسي كندير لي غاليت دو ري اللي هما هادو كيف ما كتشوفوا في الفوتو في الفيديو. كندير معاهم الاناناس، كندير اوسي الحليب الياغورت مع الاناناس، اللي هو علاش انا اختاريت الاناناس، باسكو الاناناس واحد الفروي اللي كيخليك ايدغاتي، فيه تقريبا 80% غير ديال الماء، وفيه نومبر بزاف من الجلوسيد يعني اللي كيخليك تري اكتيف في العسل. من بعد كناخذ ثلاثه البيضات اللي كيكون فيهم ثلاثه بس جوج بالصفر وواحده بلاش، وكناخذ اوسي العصير ديال الاناناس حيت كيحرق الدهون. درت معاه تما واحد 9 حبات ديال اللوز اللي هي كتكون مصدر ديال الفات. اوسي كاين هذا الخبز سبيسيال ديال الوالده ديالي اللي فيه واحد لا فارين سبيسيال. المهم هذا اللي بغيتوه خليو ليا في لي كومونتير نعطيكم لا ريسيت. دابا الحال انا ما غاديش ناكل هذا الطرف كامل، مي غناكل هاد لي دو. دير فيهم الكونفيتور، هاد الكونفيتور سي بون. هذا هو الفطور، كنتمنى انه يكون عجبكم.